بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة أخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نقدم إليكم دروسنا الإلكترونية هذه من مدرسة الأورينت الافتراضية. نأمل من الله أن تصلكم هذه الدروس وأنتم في أتم الصحة والاستعداد لسماع وفهم وتقبل هذه الدروس. إن دروسنا هذه عبارة عن سلسلة متكاملة نقدمها إلى طلابنا طلاب الصف الثانوي العلمي والأدبي بفرعيهما للمنهاج الليبي، ولجميع الطلاب سواء كانوا طلاب نظاميين أو طلاب أحرار في المنازل وفي كل مكان، سواء في بلدنا الحبيب سوريا أو في الوطن العربي أو في كافة أنحاء العالم. نأمل من الله أن تكون دروسنا هذه عبارة عن جسرا تعبرون من خلاله لتحقيق أمانيكم في نيل الدرجات العليا في هذه الشهادة. بدوري أنا أقدم إليكم مادة الفيزياء، وكما تعلمون أن مادة الفيزياء مؤلفة من كتابين، كتاب الميكانيك وكتاب الكهرباء والمغناطيسية. وبعد أن قدمنا إليكم 4 فصول في كتاب الميكانيك، نحن اليوم بصدد الفصل الخامس في كتاب الكهرباء والمغناطيسية. أعزائي الطلبة، الوحدة الخامسة في كتاب الكهرباء والمغناطيسية بعنوان الظواهر البسيطة للمغناطيسية. قدمنا إليكم في هذه الوحدة المواد والمغناطيسيات وهو الدرس الأول، أما الدرس الثاني فكان بعنوان الحث المغناطيسي، والدرس الثالث نظرية المغناطيسية، أما الدرس الرابع فهو طرق إكساب وإزالة المغناطيسية. درسنا اليوم هو بعنوان المجالات المغناطيسية وبوصلة تخطيط المجال. درس القادم إن شاء الله الخواص المغناطيسية للحديد والفولاذ، ومن ثم بعض استخدامات المغناطيسيات الدائمة والمغناطيسيات المكهربة، والدرس النظري الأخير تأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي، ومن ثم تأتي خريطة المفاهيم وركن التفكير. وأخيرا في هذه الوحدة نأخذ تمرينات التمرين الخامس التي تشمل الوحدة بأكملها. لنبدأ بدرسنا اليوم وهو المجالات المغناطيسية وبوصلة التخطيط. في هذا البحث سنتعرف على عمل المغناطيس وتجارب بسيطة قد يجريها البعض بطريقة عفوية أو بهدف اللعب بالنسبة للأطفال الصغار. ومن مبدأ أننا إذا أسقطنا مجموعة من الدبابيس على الأرض فيصبح جمعها صعب، ولكن إذا استعملنا المغناطيس فيكون الأمر أسهل بكثير. سنجد أن الطريقة الفعالة لجمع الدبابيس هي استخدام المغناطيس. سنلاحظ انجذاب الدبابيس للمغناطيس عند اقترابه منها، ويمكن تفسير ذلك بما يسمى التأثير للفعل عن بعد بمفهوم المجال المغناطيسي حول المغناطيس. إذا سنسأل عن هذا التعبير، كيف يمكن تفسير ذلك التأثير؟ تأثير المغناطيس للفعل عن بعد، لأن هذا سيدعى فيما بعد بمفهوم المجال المغناطيسي حول المغناطيس. طبعا ذكرنا مثال الدبابيس وهو مثال بسيط وواضح، ويمكن أن يكون أجراه أكثر منا في صغره، لكن المجال المغناطيسي لأهميته وتعلقه في هذا الدرس يمكن أن نلاحظه عبارة عن منطقة من الفراغ. يؤثر مغناطيس في جسم مغناطيسي عن بعد بحيث يجذب هذا المغناطيس. أما لو أخذنا مغناطيسين مع بعضهما البعض فنجد أنه يحدث بينهما ما يسمى تنافر، دون أن يتلامسا يبعد أحدهما الآخر بوجود منطقة فارغة من الهواء، هذا يسمى مجالا مغناطيسيا. لنأخذ بشكل أكبر تعريف هذا المجال المغناطيسي لأننا سنسأل عنه. المجال المغناطيسي هو المنطقة التي تبذل فيها قوة مغناطيسية على أي جسم مغناطيسي يوضع داخل تأثير المجال.
المجالات المغناطيسية وبوصلة تخطيط المجال. توضيح نمط المجال المغناطيسي: حول قضيب مغناطيسي يمكن رش قليل من برادة الحديد على ورقة، ثم دق الورقة برفق من أسفلها مباشرة بقضيب مغناطيسي الحديد، وقد اتخذت شكلا معينا وهو نمط المجال المغناطيسي. ولمعرفة اتجاه المجال المغناطيسي يمكن استخدام بوصلة تخطيط مجال صغيرة كما هو موضح في الشكل. إذن الآن هذا مغناطيس، ذرينا برادة حديد فوقه ودقينا الورقة برفق، فنجد أن برادة الحديد تتبعثر مشكلة الشكل المرسوم بالورقة، مغناطيس في أسفل الورقة، البرادة في الأعلى. نمط المجال المغناطيسي غضب. إذا أردنا أن نعرف مجال أو اتجاه المجال المغناطيسي يمكن استخدام بوصلة للتخطيط مجال صغيرة كما هو أيضا في الشكل. ورقة مغناطيس موضوع في مركز الورقة أحد طرفي الشمال والجنوبي، ونأخذ بوصلة أو قلم رصاص ورق مقوى، ونحرك البوصلة اعتبارا من القطب الجنوبي اتجاه القطب الشمالي، فنجد تعيين انحراف البوصلة نقطة بنقطة حتى ترسم مجالا. هذا الشكل المرسوم هو شكلا للمجال المغناطيسي. أقول لكم من الآن إن المجال المغناطيسي أعزائي هو عبارة عن مجموعة من الخطوط تدخل من القطب الجنوبي وتخرج من القطب الشمالي بالنسبة للمغناطيس. أما خطوط المجال المغناطيسي كيف يمكن تحديدها؟ لدينا شكلا سندرسه يبين الشكل نمط مجال مغناطيسي نموذج متجاهلا تأثير مجال الكرة الأرضية لقضيب أفقي. في هذا المجال نصل إلى الرسم. هذا مغناطيس، لاحظوا أن خطوط الحقل تخرج من القطب الشمالي N وتعود لتدخل في المغناطيس في القطب الجنوبي. لاحظوا الخط الوسط في هذا المغناطيس كيف تدخل خطوط الحقل من القطب الجنوبي وتخرج من الشمال. هذه بوصلة تخطيط المجال تحدد خطوط المجال المغناطيسي. إذن هذا الشكل المرسوم هو مجالا نموذجيا لخطوط الحقل المغناطيسي، طبعا مع تجاهل مجال الكرة الأرضية قضيب المغناطيسي. اتجاه المجال المغناطيسي لذلك تسمى خطوط المجال المغناطيسي، وتعرف أيضا تلك الخطوط المجال المغناطيسي بأنها خطوط قوة، لأن إذا وضعنا أي مغناطيس أو أي مواد مغناطيسية في طول المجال نجد أنه يتم بينهما تأثير. ونعرف خط القوة بأنه المسار الذي سيتحرك بطوله قضيب شمالي حر خيالي إذا كان حرا في فعل ذلك. ويمكن استخدام هذه البوصلة لرسم المجال المغناطيسي الموحد الناتج عن المغناطيسيات الحرة. هذا شكل آخر لكن لمغناطيسيين قربنا أقطابهم من بعضهم البعض جنوبي وشمالي، نجد لاحظوا أن الخطوط تخرج من القطب الشمالي متجهة إلى القطب الجنوبي لتدخل إليه من جديد. هذا نموذج خطوط الحقل المغناطيسي. إذا نمط المجالات المغناطيسية الموحدة فحيث يكون خطوط المجال قريبة جدا من بعضها يكون المجال أقوى. لاحظوا تقترب الخطوط كلما اقتربنا من المغناطيس وتبتعد بالابتعاد عنه، نقول إنه كلما اقتربت خطوط المغناطيس كان المغناطيس أقوى. ونرى أن خطوط المجال القريبة من أقطاب المغناطيس مرسومة بالقرب من بعضها، مما يشير إلى أن قوة المجال المغناطيسي عند تلك المناطق قوية. فنسمي النقطة X في الشكل القادم. نقطة التعادل، ماذا تعني نقطة التعادل؟ انتبهوا إلى هذه النقطة هامة. نسمي النقطة X في الشكل السابق أو الشكل الذي سيظهر لاحقا،
نقطة تعادل، لأن المجال الناتج عن مغناطيس واحد يلغي المجال الآخر. لاحظوا إلى النقطة X هذه الموجودة بين قطبي مغناطيس، نجد أنها خالية من خطوط الحقل. هذه النقطة اسمها نقطة تعادل، فتسمى النقطة X هي في الشكل نقطة تعادل لأن المجال الناتج عن المغناطيس الواحد يلغي الآخر، ولذلك لا توجد خطوط مجال مغناطيسي عند النقطة X. الآن المجال المغناطيسي للكرة الأرضية، تسلك الكرة الأرضية كما لو أن لها مجال مغناطيسي بقطبين مغناطيسيين شمالي وجنوبي، وبمعنى آخر يمكن التفكير في الكرة الأرضية وكأنها قضيب مغناطيسي خيالي داخلها كما هو مبين في الشكل. هذا شكل الكرة الأرضية، تخيل أن ضمنها مغناطيس وشكل حقل. هذا الحقل يسمى حقل الجاذبية الأرضية. أخذنا بوصلة على أحد هذه الخطوط فيشير إلى أن خطوط الحقل تخرج من الشمال وتعود لتدخل في الجنوبي. هذه عبارة عن خطوط الحقل المغناطيسي منتظم، شكل مجال مغناطيسية منتظم، وهذه خطوط تنجم عن مغناطيسين موضوعين بنفس المجال. كيف أن الخطوط تخرج من الشمال وتعود لتدخل من الجنوب من جديد؟ هذا شكل الخطوط مجال مغناطيسي بين مغناطيسين مختلفي الأقطاب. المجال المغناطيسي للكرة الأرضية، أخيرا يقع الشمال المغناطيسي على الكرة الأرضية بمكان ما في البحر شمال كندا، ويزحزح ببطء بمرور السنين، ويعتقد الآن أن المجال المغناطيسي للكرة الأرضية سببه على الأرجح تيارات كهربائية تدور داخل قلب الكرة الأرضية، وتلك التيارات تولد الحمل الحراري في قلب الكرة الأرضية السائل. ويعتقد أن الطاقة الخاصة بالحمل الحرارية ترجع إلى تحول الطاقة النووية التي تحدثها العمليات الأشعاعية في قلب الكرة الأرضية. بهذا أعزائي نجد أن هناك مجالات مغناطيسية داخل الذرات وفي النجوم وفي الأجرام السماوية. نكون بهذا وصلنا إلى نهاية درسنا. نأخذ أسئلة تقويمية عن هذا الدرس. السؤال الأول، اذكر مثالين لتأثير فعل عن بعد لمغناطيس. ذكرنا سابقا أن هي عملية جذب الدبابيس كمثال، وتدافع مغناطيسين عن بعد كمثال آخر. السؤال الأخير، ماذا تفهم من المصطلح نقطة تعادل؟ الإجابة هي النقطة X الواقعة في الشكل بين مغناطيسين من نفس القطب. تسمى نقطة تعادل لأن المجال الناتج عن مغناطيس واحد يلغي المجال الناتج عن الآخر، وكذلك لا توجد خطوط مجال مغناطيسي عند X. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نأمل من الله أن يكون درسنا مفيدا لكم، وتكونوا استفدتم من خلاله واستفدتم. وإلى اللقاء في دروس أخرى قادمة إن شاء الله أكثر فائدة وأكثر أهمية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، ونأمل من الله أن نلقاكم وأنتم مستعدون لفهم وتقدير هذه الدروس، ونعدكم بدروس أخرى قادمة إن شاء الله أكثر سهولة. إلى ذلك الحين نشكر إليكم حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله وأنتم راضون. السلام عليكم ورحمة الله.